جيل الألفين أول الأشخاص اللي يتراوح عمرهم بين 28 و44 عام حيكون قريباً أغنى جيل في التاريخ. خلال عقدين تقريباً سيرث ثروة قدرها عشرات التريليونات. المزيد من هذه التفاصيل مع زميلتنا عروب عبد الحق من لندن. إذا كنت من الألفيين، يعني إذا كنت مولوداً بين عام 1981 و 1996 فأنت تنتمي إلى أغنى جيل في التاريخ. تقرير نشره موقع CNN وجد أن جيل الألفيين أو الميلينيالز سيجمع ثروات قدرها 90 تريليون دولار، يعني 90 ألف مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة. طيب، ما سر هذه الفورة في المال؟ السبب بسيط، الجيل السابق سيسلم ثروته للألفيين بشكل كامل بين الوقت الحاضر وعام 2044، وذلك بحسب تقرير لفورتشن ريبورت. ماذا يعني ذلك خاصة لعالم المال الذي أتحدث اليوم من أحد عواصمه الكبرى لندن؟ هذا يعني أن العالم سيشهد زلزالاً بكل معنى الكلمة في طريقة إنفاق المال. جيل الألفيين يفكر بالمال بطريقة مختلفة، لكن التغيير الأكبر سيكون عندما تنتقل الثروات إلى يد الجيل زي. عندها سيتغير العالم. لصباح العربية من لندن، عروب عبد الحق. هذه أخبار مبشرة، أنا من هذا الجيل ولكن أين هي الثروات؟ لا أعلم. عموماً ثروات الأجيال والأغنياء حول العالم مع الزميلة الريان الظاهر. تفضلي يا ريان. مرحبا يا ريم. من المتوقع أن ترتفع الثروة العالمية بنسبة 38% خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 629 تريليون دولار بحلول 2027 حسب بنك UBS. حول العالم ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ ثرواتهم 30 مليون دولار على الأقل بنسبة 4.3% في العام الماضي مقارنة بعام 2022. أما أمريكا الشمالية فزاد فيها عدد الأثرياء بنسبة 7.2% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وفي أفريقيا زاد عدد الأثرياء بنسبة 3.8%، وفي الشرق الأوسط زادت أعدادهم بنسبة 6.2%. أخيراً أمريكا اللاتينية انخفض فيها عدد الأثرياء الذين يملكون ثروة تزيد عن 30 مليون دولار بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2022. عودة إلى الكريم. أخبار وأرقام مبشرة بالفعل. ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الاستراتيجي للإعلانات وسلوك المستهلك أحمد أبو زناد. يسعد صباحك أحمد. أهلا وسهلا. يعني شفنا الأرقام وشفنا هذه الإحصائية وهذه الأخبار، ولكن ما مدى دقتها؟ هل هناك اشتراطات معينة تطبق على هذا الجيل اللي المفروض يجني الثروات؟ يعني ضغط على الجيل ما شاء الله. العنوان أي شخص من هذا الجيل بيشوفه بحكي لا يشملني. بالضبط، أنا نفس السؤال سألته، أين هي هذه الثروات؟ العامل الأول كان الورثة من الجيل القبلي اللي هو البيبي بومرز. مع الوقت ومع الوعي بالاستثمار وتراكم هاي الثروة، هذا أكبر هدف. ففي هون عم بيصير فيه زي ما تحكي أفريجينج، بس النسبة العليا اللي عم تكسب هاي المصاري الأعداد اللي بالفوق on top وهن عندها الثروة الأكبر. مظبوط. ثروة جيل زد حول العالم تصل إلى 33 تريليون دولار بحلول عام 2030. أيوة. يعني هذه فقط من الأصول اللي ورثوها عن أبائهم. هو يعني ليس فقط، فإحنا مقدر اللي عنده ورثة. نعم. الله يبارك له. طيب. وما شاء الله عليه. هلأ بدنا نعلم الأجيال القادمة إيش هي المهارات اللي يربوها وينموها بحالهم ليقدروا يكونوا جزء من هذا الاقتصاد الجديد. ممتاز. وهون هي القدرة على ربط اللي بنسميها human intuition، الحدث البشري، والحدث البشري اللي بيوصلنا للي بنسميه insight. الحدث البشري اللي يوصلنا لبصيرة
بنقدر نربط هاي القدرة البشرية مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذا بنقدر نعمل الشخص اللي بيقدر يربطهم مع بعض، هذا الشخص اللي رح يعمل فلوس بالاقتصاد المستقبلي. وهاي القدرة اللي هي الحدث البشري لنوصل للبصيرة تيجي بثلاث طرق، وهدول الثلاث طرق مربوطين بعوامل شخصية وطوابع شخصية احنا بنولد فيها. فهن ثلاث طرق خليني احكي لكم اياهم، واحنا بنسميهم ثلاث سيز، 3 سيز اوف ستراتيجي، لانه 3 سيز اوف انسايت. السي الاولى اللي هي كونكشن، اللي هي القدره والانكلينيشن، يكون عندي انا تواصل. شوي بطبعي اني انا بدي ادور على شغلي. في ناس بتدور على اول سي اللي هي كونكشنز، بتدور على تربط النقاط ببعض. ثاني ناس، ثاني سي اللي هي بدوروا على كونتراديكشنز، بدوروا على تناقضات. والثالثه بدوروا على كرييتيف ديسبيريشن، اليأس الإبداعي. فالشخص اللي بيدور على كونكشنز بطبعه متفائل وإيجابي، ودائماً عم بيدور على الصورة الأفضل، فعنده هاي المهارات. لازم يربي هاي المهارات لما يوصل لهاي البصيرة يقدر يربطها بالتكنولوجيا وذكاء اصطناعي. وعبر التاريخ عندنا كتير أمثلة عن أشخاص قدروا يوصلوا لهاي البصيرة، وإذا افترضنا أنه كان عندهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي راح أحكي لك المثل إيش كان ممكن يعمل. زي مين مثلاً؟ يعني الشخص اللي عمل كونكشن والشخص اللي عمل كونتراديكشن، الشخص اللي لقى روابط والشخص اللي لقى تناقضات. طيب. والشخص اللي لقى الكرييتيف ديسبيريشن. اول شخص بدي اخذك على الشخص اللي لقى كونكشنز، لقى روابط. بدي اخذك على اول الثمانينات بسان فرانسيسكو، كان في دكتور اسمه مايكل جوتليب. لقى عم بيجوا عنده شباب صغار بعز شبابهم، مناعتهم عم بيخسروها وعم بيموتوا، فلقى روابط اللي هي انه هدول الاشخاص جايين مثليين وعم بيمارسوا الجنس بطريقه غير ما فيها وقايه. فعرف انه هذا في فيروس احنا مش فاهمين عليه شيء. ولكن حدثوا البشري وصلوا لبصيره انه هذا بينعدى عن طريق الجنس اللي ما فيه وقايه. فطلعت حمله اعلانيه توقي العالم بامريكا. ولكن لو كان عنده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كان قدر يوصل للملايين وانقذ حياه ملايين اخرى. فهذا قدر يعمل الكونكشن. الشخص اللي قدر يعمل كونتراديكشن واستخدم حدثه البشري ليوصل لهي البصيره هو دكتور لي وين ليانغ بديسمبر 2019 بالصين. لقى تناقض انه عم بيجوا المرضى عندهم فيروس مميت. فالطاقم الطبي عم بياخد حذره، لازم ياخد حذره. ولكن في كان تناقض انه العدوى عم توصل للطاقم الطبي. فوصل لانه متشائم، يعني كان استنتاجه شوي متشائم انه يا جماعه الخير في فيروس بقتل وهالقد عدوته قويه. طيب. لو دكتور لي وين ليانغ كان عنده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كان يقدر يوصل بحمله للملايين. طيب اذا اليوم احنا يعني هذا الجيل كيف نقدر نسوي الملايين واحنا نمتلك كل هذه السيز على قولك؟ لازم ايوه احنا نمتلكها ولكن ما بنهتم فيها. بالتعليم، بالاكاديميا، بالشغل. اولادنا الصغار مولود بحدث بشري. يا اما لا يعمل كونكشنز او كونتراديكشنز او ممكن يكون حالم. وصلك على المثال للكرييتيف ديسبيريشن على السريع اللي هو أرخميدس. لما نزل بالبانيو، نزل بالحمام وطافت المي. صار معاه اليوريكا اللي هو الكرييتيف ديسبيريشن. لو أرخميدس كان عنده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كان هو هلا يملك هندسه الملاحه ويملك قطاع الملاحه. فبيومنا الحالي باي لحظه واحد لقى كونكشن او كونتراديكشن او كرييتيف ديسبيريشن يقدر يربط او يلاقي التناقض راح يستخدم التكنولوجيا يطلع بفكره ابتكار منتج او حمله اعلانيه او محتوى. وهنا امثله معاصره اللي عملوا كونكشن جماعه اير بي ام بي، حكوا في ناس عندها بتروح على بلد بدها تعيش زي اهل البلد وفي ناس عندها وسع بالبيت، فربطوهم مع بعض. بس كان عندهم التكنولوجيا واستخدموا الذكاء الاصطناعي ليعملوا اير بي ام بي. يعني صراحة أفكار جميلة جدا، وهو المفروض الواحد يبحث عن هذه الثغرة عشان يقدر يبدع ويقدر يجد نفسه ويحقق الملايين ويستثمر. ما نستقل بالحدث البشري وقدرتنا لنوصل لبصيرة، لأنه الذكاء الاصطناعي لا يملك الحدث البشري ولا القدرة ليوصل لهذا الإنسان البصيرة. بالضبط، وهذه هي النصيحة المهمة. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا أحمد بوزناد، وشكرا على هذه النصائح كلها. تسلمي.